أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم صلاة المأموم عن يسار الإمام؟ لا تصح إذا لم يكن عن يمينه أحد، إذا لم يكن عن يمينه أحد فلا تصح الصلاة عن يساره، لأن ابن عباس لما قام عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم أداره النبي صلى الله عليه وسلم إلى يمينه وهو في الصلاة. أما إن كان عن يمينه أحد فلا بأس، تصح صلاة من عن يسار الإمام إذا كان عن يمينه أحد. نعم.